كورونا ظهر ازاي في ووهان؟ ايوه فيروس كورونا الجديد هو فيروس جديد مستجد فيروس جديد تماما لا احد يعرفه سابقا. ففي البداية يعني المصابين نعتقد انهم مصابين بالانفلونزا العادية هكذا، ولكن يعني عندما ظهرت الدفعة الاولى من المصابين وهم يعني لديهم اتصال وثيق بعضهم مع بعض، فالمستشفى قام بتحليل يعني دقيق هكذا، ثم وجد هناك فيروس جديد خطير ويعني سهل للتناغم بين الناس. ومنذ تلك الوقت يعني يعمل على اكتشاف تسلسل الجيني لهذا الفيروس. وبعد اكتشاف قدمت الحكومة الصينية هذا إلى منظمة الصحة العالمية فورا. بلغت الصحة العالمية، جت منظمة الصحة العالمية ووهان. لكن كان في طبيب صيني اكتشف واتكلم على هذا الوباء وحصل له مشاكل في الاول، وبعد ذلك الصين احتفلت بيه او قعدوا يرددوا اسمه خلال الفتره الماضيه. الاول ما كنتوش عارفين الوباء ده ازاي او الفيروس ده ايه هو، ما كنتوش تعرفوه. يعني هذا بصراحة المسؤول الحكومي هم ليس خبير طبي. نعم نعم للأسف لا يعرف خطورة فيروس يعني جيدا، فهذا خلط في البداية. ولكن الحمد لله بعد ذلك هناك يعني المزيد من التحذير لهذا الفيروس، ومثلا يوجد حالات جديدة، ثم يعني اتخذت الحكومة المركزية إجراءات صارمة فورا لتصحيح الخطأ. لتصحيح الخطأ. نعم نعم نعم. واعتقد عقبه مسؤول اللي هو شكك في المعلومات ديت في الأول، حصل عقاب ليه أو عقب تحت المسؤولين اللي هو شكك في الكلام. نعم نعم. الطبيب يعني بعد اكتشاف الخطأ فتبديل المسؤول الجديد بالمسؤول القديم هكذا. ظهر في ووهان بإيه؟ هل زي ما تقال الأكل خفافيش أو الطيور حاجات إيه السبب؟ عندي توضيح. تفضل. هناك فيديو لشرب خفافيش شائع على الإنترنت. تم تصوير هذا الفيديو في جنوب شرقي آسيا مش في الصين. صح يعني الأسواق لها ظروف قذرة، هذا تساعد على انتشار الفيروس. نعم هذا لا سبب. فيديو خفافيش مش متصور في الصين. نعم مش في الصين. مش في الصين. مش في الصين. تم تزويره. تزوير الفيديو ده. في بتقولي في جنوب شرق آسيا. يعني لا علاقة بهذا يعني تفشي الوباء مع شرب خفافيش. يعني طبعا حيوانات برية سهل لتنقل الفيروسات مختلفة هكذا. نعم لازم ممنوع تجارة والأكل للحيوانات البرية، وقد أصدرنا قانونا مشددا جديدا ضد تلك السلوكية السيئة الفردية. وأيضا ليس من عادات الصينيين أكل الأشياء الخريبة مثل فئران وثعابين وهكذا وكلاب وقطط هكذا، لا أبدا. نحن إنسان عادي مش شيطان، نأكل عادي مثل الآخرين في العالم كله. احنا دولة محترمة وشعب محترم، بنحبكم كمان. نعم بنحب الصين والشعب الصيني. الأكلات الصينية لذيذة، لدينا تاريخ عريق في الأكل. هو كان في محاولة لتشويه الصين، في ناس بتشوه صورة الصين أو سمعة الصين لما رددوا هذا الكلام. نعم أعتقد أن ثقافة الصين طبعا مختلفة عن الثقافات الأخرى، وهناك سوء الفهم
لبعض الفيديوهات، لأن الفيديوهات الخريبة تجذب المزيد من الأنظار والأرباح. هذا الواقع. ولكن الفيديوهات الجميلة هادية لا تجذب أنظار. هكذا الحاجات الوحشة بتجذب الأنظار، الناس تروح لها، لكن الحاجات الإيجابية محدش يبص عليها كتير. فده اللي حصل معاكم، الناس استغلوا ده. نعم الناس استغل. هل كنتوا بتتضايقوا لما الرئيس ترامب كان بيقول عليه الفيروس الصيني؟ كنتوا بتتضايقوا انه بينسب هذا الفيروس كورونا للصين؟ تزعلوا منه؟ في غضب؟ زعل؟ موقف؟ نعم طبعا، هذا يعني مدير لمشاعر الصينيين.